تخيل حضرتك او تخيلي لو انا جيت قلت لكم انا هقابلكم في اليوم الفلاني الساعه الفلانيه، اديتكم الميعاد ورحتوا الميعاد وانا ما جيتش. جيت قلت لكم تاني احنا هنتقابل في المكان الفلاني وحصل نفس الموضوع وما جيتش برضه، من غير اعذار، من غير مبررات، من غير اسباب، من غير اي حاجه، وبقيت معظم مواعيدنا كده، وتقريبا هو ده الكلام اللي بيطلع من بقي ليكو، هنروح في المكان الفلاني وما تلاقونيش، هنتقابل في المكان ده وما نتقابلش، طب انا مستنياكو وما تلاقونيش ان انا مستنياكو ولا حاجه. شوفوا احساسكم ساعتها هيكون عامل ازاي، وده وانتوا كبار وناضجين وفاهمين وممكن تقدروا الظروف. تخيلوا بقى لما يكون طفل صغير 4 5 6 7 9 سنين حتى الاكبر من كده، تخيلوا الطفل ده هو شايفكوا ازاي، هو اصلا الموقف مر عليه ازاي، هو ترجم الموقف ازاي. في مره من المرات كان في كلاينت جايبه لي طفل ابنها كان عنده شويه يعني حاجات سلوكيه كده، مشاكل سلوكيه من ضمن المشكلات اللي كانت بتعاني منها، بتقول لي ان الولد دايما بيقول عليها مامي كدابه، مامي مش بتقول الحقيقه، كل مره يقعد مع اي حد تتفاجئ ان الحد ده جاي يقول لها ازاي انت ساكته على الولد كده، الولد هتقول عليكي كدابه، ده احنا كان قاعد مع ابني ولقيته بيقول لي ابني انت عارف ان مامي كدابه وكلام من ده. لما جيت قعدت مع الولد اكتر من مره، فمن ضمن المواقف بيحكي لي موقف لما سالته انت ليه بتقول على مامي كدابه، هي مامي كدبت عليك في حاجه؟ فلقيته بيقول احنا كنا رايحين عند تيتا، واليوم اللي احنا كنا رايحين فيه بابا كان رايح، كان يعني تقريبا زوجها كان رايح يودي حاجات، وقالت له انا هلبسك عشان تروح مع بابا، وما ودتوش مع بابا، بابا راح وسابها وساب الولد وسابها. موقف تاني مشابه لده، خلاص انت لو عملت الهوم ورك بتاعك احنا هنروح لجنينة الحيوانات، عمل الهوم ورك وكان ساعتها بالليل، حتى هو الولد فاكر التوقيت وما راحوش مكان. فالفكرة نفسها ان انتوا بتوعدوا اولادكم بحاجات وما بتعرفوش تنفذوها، ومش هنا المشكلة، لا خالص، المشكلة ان احنا ساعات ما بنوعدش عشان احنا كنا ناويين نعملها. بالظبط زي فكرة روح هات الشبشب وتعالى معايا هنروح المشوار، ويروح يجيب الشبشب يا عيني. وعايزه اقول لكم دي حصلت لي زمان وانا صغيره، كنت رايح اجيب الشبشب وارجع الاقي الحد ده ماشي ما اتبخر ملوش ما مش موجود. فانتوا بتعملوا لاولادكم في مخهم كده شويه لعبكه وعدم ثقه، عدم الثقه ناحيتكم دي مشكله كبيره جدا. انت ازاي عايزه يسمع كلامك ويقدرك ويحترمك هو مش واثق فيك؟ ازاي عايزه يشوفك قدوه هو مش بيصدقك؟ والمواقف دي بتكبر وبيكبر معاها عدم تصديقه ليك وعدم ثقته فيك. فعايزين تعملوا حاجه زي دي، عايزين تحفزوا، انتوا فاكرين انتوا بتحفزوا الطفل يعني كده؟ مش تحفيز، عايزين تحفزوا الطفل انه يذاكر. هتجيبي له بونبونيه، يا حبيبي البونبونيه اهي، لو عملت الهوم ورك كده هدي لك البونبونيه، بونبونيه متشافه قدامه. طيب انتوا عايزين تحفزوا بحاجه كبيره هو مش هينفع ان انتوا تحضروها دلوقتي او تكون موجوده دلوقتي، هنحاول بقدر المستطاع ان احنا نقول حاجات حقيقيه هنعرف نعملها. يعني مثلا موضوع او موقف زي هنروح لتيتا، نبقى عارفين ان احنا ان شاء الله هنروح لتيتا، المسافه يعني او الموضوع متاح مش في الاحلام. من شروط التحفيز ان الحاجه تكون حقيقيه، علشان احنا بنحفز الطفل علشان يعمل حاجه وهو بالنسبه له هو مستني حافز، مستني حاجه احنا نعملها له، فاحنا ما عملناش الحاجه دي فهيأثر على الحاجه اللي احنا عايزينه يعملها اصلا. فاهمين صح؟ ان شاء الله تكونوا فاهمين يعني. فخلصت الموضوع، حاولوا ان انتوا تخلوا اولادكم يثقوا فيكم، ان انتوا تدوهم الثقه عن طريق المواقف مش بالكلام وخلاص. مفيش حاجه اسمها احنا هنروح وفجاه ما نروحش من غير اسباب، مش لاقيين او مش عارفين او مش الموقف ما سمحش ان انتوا تروحوا او تعملوا الحاجه دي. لازم تدوا لهم سبب، تبرروا لهم، تخلوهم مطلعين معاكم على الاسباب اللي خلتهم ما اللي خلتكم ما تعرفوش تعملوا الحاجه اللي انتوا وعدتوه بيها. وفي حاجه كمان، بلاش تربطوا كلمه ان شاء الله بالحاجه اللي انتوا مش هتعمليها، لان انا لقيت اطفال كتيره جدا لما تيجي يطلبوا حاجه وتيجوا تقولوا لهم ان شاء الله يقول لك لا مش ان شاء الله، قول اه. هو من كتر ما انت بتقول له على حاجه ان شاء الله وما بتعملهاش بقى حاطط في ذهنه ان شاء الله دي حاجه المستحيل ما بتحصلش. فعلشان نقدر ان احنا تكون الثقه ما بيننا وما بين اطفالنا متبادله، لازم ان احنا نكون صادقين معاهم وبالمواقف مش بالكلام بس.